الجولة الرابعة من المفاوضات المتعلقة بإعادة توحيد قبرص انتهت في وقت متأخر من ليلة الخميس من دون توصل إلى اتفاق نهائي، لكن المفاوضات مستمرة ومن المرتقب أن تجمع الأطراف المعنية مرة أخرى الأسبوع المقبل، مفاوضات شارك فيها أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة. ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو: هناك مسائل هامة جدا لم يتم حلها أو مغلقة تماما. نحن لا نريد أن ننتقد عدم الاستعداد والتاريخ المطلوب من الجانب اليوناني. نحن نرى هذه الأمور بنوايا حسنة. قالوا إنهم ليسوا على استعداد وعليهم أن يناقشوا الأمور فيما بينهم، لذلك حددنا موعدا جديدا، ولكن لن يكون ذلك الذي طلبته اليونان. لقد اعتبرناه متأخرا لنصر على موعد مبكر. عدة قضايا حساسة لا تزال تشكل عائق للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. القبارص اليونانيون يطالبون بانسحاب حوالي 30,000 جندي تركي ينتشرون في الشطر الشمالي من الجزيرة، لكن القبارص الأتراك يأملون على غرار سلطات أنقرة في بقائهم. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية اليوناني: يمكن أن نوافق على إنشاء مجموعة دولية تكون تحت رعاية مجلس الأمن الدولي، من شأنها أن تراقب كيفية تنفيذ القرارات التي سنتوصل إليها والمضي قدما. ومن الواضح أن جانبنا لا يريد حقوق التدخل ويريد أن يغادر الجيش الجزيرة. قضايا أخرى مثل رسم حدود أراضي المنطقتين وإعادة الممتلكات المسلوبة أو نظام الحكم هي كلها قضايا سيتم التفاوض بشأنها في قبرص برعاية وسيط الأمم المتحدة. مبعوثة يورونيوز إلى جنيف تقول: المحادثات بين طائفتين حول بقية القضايا المفتوحة ستستمر، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يأمل أن يبذل الجميع جهدا أخيرا من أجل التوصل إلى حل في الاجتماع المقبل.